نبتدي اول حاجه في الكيكه اللي عاملها. انا قلت كيكه مع شوكولاته بيضاء، يبقى الشوكولاته البيضاء اللي هستعملها هتكون جزء من الكيكه، والعجينه نفسها يعني هعمل عجينه فقلبيها زبده سكر، وبمجرد ما بدخل دول او بدخل السكر هنا هو ادوبه الزبده تدخل فيه او تتداخل فيه، بضيف عليه بقيه المكونات، وهستعمل البيض وهستعمل كمان شوكولاته قطع. فانا هجيب شوكولاته قطع بحطها على حليب وكريمه نفس الكميه تقريبا، بسيح كله وبعدين بسيبهم يبردوا عشان استعملهم واحطهم عندي هنا. وبعدين بجيب اذا كنت هستعمل بيكنج باودر فانيليا او ملح، بالمواد الجافه بحطها مع بعض، واذا كان في اي سائل زي البرتقال لو عايز احط بشر برتقال، او لو عايز استعمل البرتقال نفسه كعصير ممكن نضيفه على السكر في الاول خالص اذا كان في البشر، وبعدين هنا هوت نخفق دول كلهم مع بعض، وده هتكون الكيكه او عجينه الكيكه اللي هي بتاعت الشوكولاته. نضربها لغايه لما اتاكد ان كله تداخل تماما، وزي ما قلت ممكن اضيف السائل. في الحاله دي عندي اتنين سائل، اللي هي الشوكولاته السايحه وسبتها تبرد مع الحليب والكريمه، وبعدين الدقيق. نخفق كل ده، بضيف الدقيق. لو عايز انخله الدقيق مش بتبقى هشه وهوائيه كتير قوي، لان اللي خليها هشه وهوائيه البيكنج باودر اللي فيها، لكن عشان السائل اللي انا بحطه هنا من الشوكولاته بيخليها تكون يعني شبه مدموجه شويه، زي فكره اللي هي الباوند كيك. نخفق كل دول لغايه لما يتداخلوا تماما، وده هتكون عجينه الكيكه. الفرن بيكون قبلها 170، بتاخد حوالي 45 دقيقه. نقلبها كده وبعدين نحطها في قلب القالب. بكون دهن القالب، يا اما بستعمل قالب ما بيلزقش فيه حاجه، يا اما اكون دهنه بشويه من الدقيق مع الزبده او السبراي اللي احنا بنستعمله. نحطها هنا اهو، كل التداخل مع بعضه، وبحط اللي هي الكيكه نفسها في قلب الفرن. بعد ما بطلعها واسيبها تبرد هتبقى هي دي الكيكه اللي انا هعملها. اتاكد ان انا بفردها هنا اهوت، عندي نغطيها كلها كده، نفردها كده وبعدين بحطها في قلب الفرن. ادخلها في الفرن، الفرن سخن قبلها، لما بتطلع وترتفع اسيبها تبرد شويه، ممكن اسيبها على شبكه على اساس افتحها ونحشيها بقلب. يبقى هنا في عندي شوكولاته بيضاء جواها، ولو كنت حبيت بالمناسبه كنت ممكن احط قطع من الشوكولاته، يعني نفس الشوكولاته اللي انا سيحتها هنا اهوت مع الحليب ومع الكريمه، ممكن اكون حاططها كقطع، اذا لما بقطع الكيكه الاقي فيها قطع الشوكولاته. فنخليها هنا على جنب ونوريكم الكيكه نفسها ممكن نزوقها او نزينها ازاي. نجيبها هنا من على شبكه، نفتحها، ولو عايز استعمل كيكتين او ثلاثه يعني ممكن اعمل ديت على اثنين او ثلاثه. نقطعها هنا من النص وبسقيها بالشربات، يعني انا ممكن استعمل كيكه ونص او كيكه واحده لو حبيت. بجيب الشربات، حط شويه هنا من الشربات، حطه عليه هنا اهو، نسقيها شويه. وده هستعمل معاها حاجتين، هستعمل شويه من الشربات وهستعمل الفراوله وهستعمل كمان معاها الكريمه. يبقى عندي شويه من الكريمه، هيبقى في نوعين، شويه هنا باخدهم احطهم مع شويه من الشوكولاته السايحه، واخلي شويه كريمه اللي هي ممكن ازين بيها. يبقى دوت شويه كده شوكولاته سايحه، ما بتكونش سخنه قوي ما بتكونش بارده قوي عشان ما تبقاش كتل او كلاكيع. نخفقها بالطريقه ديت، وحطيت شويه صغيره هنا كحشو، مش هحط كميه كبيره، شويه صغيرين كده كحشو. بمجرد ما بتتفرد بالطريقه دي بستعمل شويه من الفراوله، بجيب الفراوله واقطعها حتت صغيره، بتبقى الحتت الصغيره اللي انا مش عايزها ومش هستعملها للتزيين ممكن احطها هنا كحشو. والشربات اللي انا حاطه ممكن يكون شربات فراوله لو عايز، شويه صغيره هنا. الكيكه بتبقى من فوق واحده كده واحده كده، فانا عايزهم يبقوا ديت اللي هستعملها من فوق على اساس ديت اللي متساويه، مش محتاج ان انا اساوي كتير. واحط دي هنا اهو واضغط عليها، نفس الشيء شويه تانيين من الشربات
ولو متخيل ان انا حطيت فيها شويه من قطع الشوكولاته ممكن ساعتها تبقى قطع شوكولاته زي اللي هي الشوكليت شيب بس بتكون شوكولاته بيضاء. نحطها دي كده اهو، ونقول لكم على مقاديرها اثناء ما انا بفرد العجينه دي. احط شويه من دول هنا على اساس يبقى عندي التلات رقات وكميه صغيره، مش عايز احط عجينه كتير او مش عايز احط حشو كتير. شويه من الفراوله، كميه كافيه ان كل واحد بيقطع او الحته اللي بقطع فيها بيكون عندي فراولاي. دي مش بحطها فوق هنا، لا بحط دي تبقى سهله عليا ان انا وانا بزينها هتبقى دي متساويه من الجناب ومتساويه كمان من فوق، ودوت الكريمه اللي انا هستعملها. نقول لكم على المقادير والمكونات اللي انا استعملتها هنا اهو. ناخد ده كده اهو. بالنسبه للمقادير انا حطيت هنا نص كوبايه شوكولاته بيضاء، وحطيت معاها نص كوبايه من الكريمه، ونص كوبايه حليب. دول حطيتهم مع بعض، وبعدين حطيت عليهم عصير برتقال وانا بعمل الكيكه نفسها. الزبده بضربها الاول وبحط عليها 3 اربع كوبايه سكر وثلاث بيضات، وبعدين بروح حاطط البيض بعد ما بخفقه بضيف عليه الدقيق، ولو حابب انها تبقى هشه بخلي دقيق منخول، بنخل الدقيق، وبعدين بنضيف عليهم اللي هي البيكنج باودر والملح حبه بسيطه بس عشان الطعم، واخر حاجه بتبقى الحشو اللي هي شويه من الكريمه المضروبه، واضيف عليها شويه من الشوكولاته اللي هي بتكون سايحه. والشوكولاته مهم جدا ان درجه الحراره نفسها ما تكونش سخنه قوي وما تكونش كمان بارده قوي، لان لو بارده هتبقى قطع وكتل، ولو سخنه هتسيح الكريمه اللباني. اللي احنا عملناه هنا اختصارا للوقت، انا عندي هنا هو الكيكه اللي عملتها بحط عليها الكريمه، يعني اخر حاجه بعملها بحط على الكيكه الكريمه وتزيينها، فهنقضي وقت في التزيين اهم مني اعمل حاجه احنا ممكن نكون عملتها قبل كده. ناخد بالنسبه للكيكه، قلت ان هو يعني حاجه بسيطه كده سريعه، وبكيس الحلواني اللي هو ابتدي ازين الكيكه، فشويه فراوله متقطعين، يعني جبت الفراوله وقطعتها حتت صغيره، وديت اللي هي بتبقى التزيين نفسه. انا عايز اعملها بايه؟ فهي كيكه شوكولاته بيضه، وبعدين هنا بنجيب الكيس وابتدي اعمل لها زي سور صغير، وبعد ما بعمل السور ده هجيب نفس فكره الفراوله اللي انا حاططها تحت واعملها من فوق، يبقى عندي فراوله من تحت وفراوله من فوق. بس قبل ما اقفل السور واعمل حجمه اسيب مساحه كافيه عشان حجم الفراوله اللي عندي، بتتفاوت حجم الفراوله طبعا وفي الموسم كمان، نعملها بالطريقه دي، ودي بتكون كريم شانتيه يعني كريمه طازه. بنفس الفكره بمسك ديت هنا اهو كده وابتدي نعملها واحده واحده لغايه لما الفها، وتبقى يبقى عندي احمر من فوق واحمر من تحت، تبقى ليها شكل مميز وطعمها بتبقى مش قوي، يعني بيتماشى مع بعضه الفراوله مع الشوكولاته البيضه، الاثنين ممكن يبقوا حاجه من الحاجات اللي هي الظريفه المتماسكه شبه بعض. هنحطها هنا كده اهو، نكمل دي هنا اهو، وهيكون نوع من انواع الشوكولاتات اللي هنعملها، لان احنا هنعمل اكتر من شوكولاته، يعني البيتزا. وليه انا ابتديت بديت؟ علشان لو عندكم اسئله، لان اكيد هيتصلوا يا شيف ما لحقتش اكتب الوصفه او المقادير، فهات ورقه وقلم وانا اكمل ديت، ولما نرجع نكمل مع بعض ونشوفكم على خير ان شاء الله.